من عمان مع الدكتور أشرف بني محمد، خبير التقنية والمعلومات بالجامعة الأردنية. مساء الخير دكتور أشرف. يوتيوب جو لخص لنا التقرير طبعا بشكل رئيس كيف سيكون إيجابيا للمستخدمين، كيف سيفيد يوتيوب؟ اولا احنا عم نحكي عن اكثر من مليون او مليار مستخدم شهري ليوتيوب، فالفكره هو زياده عدد، خلينا نحكي، المشاهدات وزياده عدد المستخدمين. يوتيوب في 2014 كانت مجموع العائدات المتوقعه لها اكثر من 4 مليار دولار، فكلما زادت، خصوصا عم نحكي انتشارها الاكبر موجود في الدول التي وخدماتها تقدم في الدول التي يوجد فيها انترنت سريع، فاذا وفرت بتوفيرها هذه الخدمه بتوسع قاعده المشتركين. فبنحكي عن اعلانات اكبر، عن وصول لقاعده جديده من المستخدمين. طيب الخدمه قبل بس ان تكمل دكتور اشرف، بموضوع البلدان اللي قلت بانه فيها الانترنت سريع، نتحدث عن 125 دوله اليوم، مفروض أبرز الدول التي ستتطلع إليها يوتيوب هي الدول التي ليس لديها خدمة إنترنت سريع، صحيح؟ لأنه بطبيعة الحال مستخدميها مستخدموها قادرون على الوصول. لهذا بلشت الخدمة اليوتيوب جو، بلشت في الهند بضعف وجود الإنترنت، بعدين طلعت ل 14 بلد، الآن إلى 130 بلد تقريبا عم تشمل العالم كله. لكن إذا وهي فئة من المستخدمين، أولا سعة التحميل لديهم قليلة، الشغل الثاني سرعة الإنترنت لديهم قليلة، وهذول العاملين بيلعبوا دور كبير في استخدام يوتيوب. يوتيوب عم بتواجه منافسة حادة من عدد من الشركات، فالآن فرصتها أنها تتوسع في الدول النامية، وهذول اللي بسموهم قاعدة الهرم أو البوتوم أوف ذا بيراميد، لانهم عدد المستخدمين اللي بيستخدموا اللي لديهم سعه انترنت قليله ولديهم سرعه قليله، هذول اللي بيشكلوا قاعده الهرم، فهم الفئه المستهدفه الجديده. في خدمتها الجديده كمان عم بتوفر اللي هي المشاهده والمعاينه قبل التحميل، وبتوفر انه اذا ما في اتصال كمان ممكن ان نتبادل المقاطع من خلال البلوتوث. فاحنا عم نحكي عن مجموعه جديده من الخدمات اللي بتنزل كمان مع ضمن حزمة جوجل جو، اللي هي المابس جو أو الخرائط جو. فالآن بنحكي عن قاعدة مستخدمين تتجاوز يعني تتجاوز أكثر من مليار مستخدم جديد. أها طيب، وفرت لهم هذه الخدمة. ماذا تطلبت هذه الخدمة من يوتيوب؟ يعني طبعا هي أفضل بكثير ليوتيوب انطلاقا من كل ما ذكرته دكتور أشرف. لماذا الآن، يعني ماذا تطلبت كجهود من الناحية المالية وغير ذلك؟ أولا الخدمة ليست سهلة لأنه في اشتراكات، وكانت يوتيوب مستثمرة في يوتيوب ريد، ويوتيوب ريد هو عبارة عن مجموعة اشتراكات، لكن الآن تطلب أولا بنية تحتية بتساعد على تحويل الفيديوهات إلى، خلينا نحكي، إلى عدد من الخيارات للمستخدم. تطلبت تطوير تقنيات أو تقنيات تسهل عملية نقل اليوتيوب أو الفيديوهات كمان بدرجة كافية من الدقة، فتطلبت استثمار في البنية التحتية بالإضافة إلى الخدمة التجريبية. والآن لما نحكي عن من سبتمبر 2016 إلى الآن، نعم، الخدمة بلشت تكون، خلينا نحكي، متوازنة ناضجة بما يكفي لتوفيرها خلينا نحكي المجموعة الكبيرة الجديدة اللي هي 130 بلد في العالم. أنا أشكرك جزيلا. من عمان دكتور أشرف بني محمد، الخبير التقنية والمعلومات في الجامعة الأردنية.